وللمزيد مشاهدينا والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. سيادة المستشار أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. يعني هناك حضور عربي كبير لنحو 1500 إعلامي من مختلف دول العالم، ما بين دول عربية ودول أجنبية، أهمية هذه الفاعلية لمناقشة قضايا الإعلام في هذا التوقيت تحديدا؟ طبعا مصر مشاركة في المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بوفد كبير، تعبيرا عن عمق العلاقات الإعلامية المصرية السعودية. مثل هذه المؤتمرات بتبقى مهمة جدا لتجديد وإعطاء زخم للعلاقات الإعلامية، بتبقى فرصة أيضا للإعلاميين للإطلاع على ما المستجدات في المجال الإعلامي. حقيقة أجندة المؤتمر أجندة عميقة ومزدحمة، فيها موضوعات مهمة جدا. أقدر أن أنا ألخص لحضرتك ثلاث محاور أساسية في أجندة المؤتمر. المحور الأساسي التكنولوجيا والتطورات المذهلة والسريعة التي تلحق بها، وهنا بينظر لهذه التكنولوجيا على أنها فرصة، وينظر لها أيضا على أنها تحمل بعض التهديدات، فيجب اقتناص الفرص ويجب تجنب هذه التهديدات والمخاطر. أيضا من المحاور الأساسية في هذا المؤتمر أهمية التركيز على العنصر البشري، الإعلام بشكل أساسي والصحافة عمل إبداعي، فبالتالي الإنسان هو الأصل فيه. المحور الثالث والأخير تعزيز التعاون الدولي والعلاقات الدولية ما بين الدول، لأن ده بيشكل أيضا صمام أمان وخطوط دفاع وزيادة وعي ومعرفة، يعني بما يعني لا يسمح لأي يعني اختلاف في المواقف أنها تظهر، خصوصا ما بين الدول الكبيرة والدول المؤثرة. هي أجندة عميقة، الوفد المصري برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر موجود ومشارك في جميع الفعاليات. الوفد المصري بيلقى حفاوة واعتناء كامل من الجانب السعودي، هناك جنسيات عديدة، هناك فعاليات متعددة، واحنا يعني متشرفين بالمشاركة في هذا المنتدى المهم. بالتأكيد. سيادة المستشار، أخيرا أهم ما يحتاجه الإعلام في الوقت الحالي، كيف سيساعد المنتدى في تحقيقه من وجهة نظر حضرتك؟ مسألة التطور الذي يدخل على الإعلام لم يعد مثل الماضي بالخمس سنوات والأربع سنوات، إنما أنت تحتاج إلى مراجعة التشريعات ومراجعة السياسات كثير، مرة كل سنتين، مرة كل سنة. الحقيقة دي أكثر خلاصة هذا الإعلام يعني هذا المنتدى سلط عليها. طبعا المنتدى أيضا سلط الضوء على النقلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ويعني طبعا جزء مهم جدا من الموضوع مسألة الإعلام التنموي بالفعل. الإعلام ورسالته الاجتماعية في التركيز على التنمية، وهذا لاحظناه في التغطية السعودية، ونلاحظه أيضا في الإعلام المصري من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها مصر يعني في البلد يعني. بالتأكيد. المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، جزيل الشكر لحضرتك على هذه التفاصيل. شكرا لك.